حطت بعثة المنتخب الجزائري المتوج بكأس العرب والتي أقيمت بقطر حطت سهرة الأحد بالجزائر، وكان في استقبالهم في القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي وفد وزاري رسمي على رأسه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، في خطوة تعكس اهتمام السلطات العليا للبلاد بالرياضة الجزائرية وبصفة عامة بكرة القدم على وجه الخصوص. وسيستقبل أبطال الجزائر الاثنين من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل تكريمهم على الإنجاز المحقق بمونديال العرب. مبروك علينا تتويج بهذه البطولة اللي كانت مستحقة بيان سور، ونهديوها للشعب تاعنا، وأنا نبروفيتيو دوك باش نفرحوا بهذا التيتر مع الشعب إن شاء الله، ومزيد من التتويجات إن شاء الله. احنا بالكأس كأس العرب الحمد لله نهديو الفوز هذا للشعب الجزائري، وإن شاء الله نكملوا الخدمة باش نبقاو ديما نفرحوا الشعب تاعنا، ومبروك علينا وعلى كامل الجزائريين. راه كيما الشعب الجزائري ونتمنى الخير لهذ البلاد، الحمد لله إن شاء الله ما تكملش هنايا، إن شاء الله نزيدوا تتويجات أخرين إن شاء الله، الريو تاعنا إن شاء الله. الأجواء كانت مليحة ونبريبارينا مليح وحضرنا مليح لهذ الدورة، وكنا بيان كونسونتري بيان بريباري، وينك تشوفوا جبنا التتويج. الشعور هذاك نحسوا به باسكو حنا ثاني كنا رانا من الشعب والشعب راه منا، الحمد لله يا ربي. بيان سير كان عندنا ضغط، وان هذا الشعب ثاني يستاهل كل تورنوا ولا شاك كوب دافريك ولا كوب ديمون، ان شاء الله نفرحوا هذا الشعب ان شاء الله. ان شاء الله انا ماحش نحبس في هذه النقطة، ان شاء الله نزيدوا نخدموا اكثر واكثر ان شاء الله باش نكونوا حاضرين في مواعيد اخرى. بالنسبة لي يعتبر اهم تتويج لي في حياتي في كارير تاعي بالك، الحمد لله نهدي هذا اللقب للانصار تاعنا الجماهير الجزائرية كامل، وان شاء الله مازال الخير قدام. زين اللي لعبوا هاي الدوره ما كناش نعرفوهم من قبل، ولكن الحمد لله بالنيه تاع اللاعبين والمدرب عرفنا كيفاش نحافظوا على مجموعه قويه، ومشينا مباراه مباراه وفزنا بمقابله الكل، وكنا نستحقوا باش نفوزوا اللقب.